سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، أهلا ومرحبا بكم مشاهدين الأعزاء إلى حلقة جديدة من برنامجكم حديث الصحافة، والذي نسلط الضوء فيه على ما جاء في المواقع الإلكترونية وفي الصحافة العربية، ونستعرض بعضا من مقالات الرأي والتحليل ومنشورات ناشطين على وسائل التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر. والبداية من عناوين الموقع اليمني المصدر أونلاين. المصدر أونلاين: إحباط هجوم حوثي بطائرة مسيرة كان يستهدف مسؤولين عسكريين في الحديدة. الحكومة تسحب شركة اليمن من سيطرة الحوثيين وتنقلها إلى عدن. تعز: مقتل امرأة برصاص قناص حوثي في صبر. الحوثيون يهاجمون قائد فريق المراقبين الدوليين لوقف إطلاق النار في الحديدة. الجيش يعثر على 10 ألغام بحرية في طريق الملاحة الدولية في البحر الأحمر. إخماد حريق مصافي عدن وإصابة 6 من عمال المصفاة ورجال الأطفاء. مأرب بريس: مصرع قائد كتيبة الصمات في معارك هي الأقوى والأشرس بدمت. صورة مدرسة في اليمن تشعل مواقع التواصل الاجتماعي. معلم قطع الحوثي راتبه وطرده المؤجر واشتكاه صاحب البقالة فقرر الانتحار. الشرعية توجه ضربة اقتصادية موجعة للانقلابيين. التغيير نت: اليماني يناقش مع وزير الداخلية الأردني التسهيلات المقدمة لليمنيين. الحوثيون يهاجمون الأمم المتحدة ويدعون لطرد الجنرال الهولندي. تصعيد حوثي للهدنة ومقتل قيادي في تعز. بريطانيا تطرح على مجلس الأمن الدولي مشروع قرار ينص على نشر 75 مراقبا في الحديدة. فريق حقوقي يمني يكشف عن معتقلات حوثية لتعذيب النساء. الصحوارت: قوات الجيش تقصف مركز قيادة للحوثيين غرب تعز. 21 قتيلا وجريحا من ميليشيا الحوثي يصلون مستشفى الثورة بإب. تفكيك 300 ألف لغم حوثي منذ 2016. سياسيون وإعلاميون: الحسم العسكري الرد الأمثل على تصعيد الحوثيين. عدن: استقرار نسبي في أسعار صرف العملة المحلية أمام العملات الأجنبية. وكالة سبأ: اللواء الأول مشاه بحري بسقطرى يدشن العام التدريبي الجديد. توزيع 2000 كيس أرز من المعونة الصينية لنازحي المحويت بمأرب. منظمة أطباء بلا حدود: ميليشيا الحوثي زرعت آلاف الألغام وضحاياها الرئيسيون هم المدنيون. حملة أمنية لإزالة المباني العشوائية في حرم جامعة عدن. وزير الإدارة المحلية: الحكومة حريصة على تنفيذ المشاريع الإغاثية والتنموية في محافظة تعز. وقفة احتجاجية بالجوف تدين استهداف الميليشيا الحوثية للأطفال. تدشين المرحلة الأخيرة من مشروع سفلتة طريق الإنشاءات بعدن. توقيع اتفاقية تعاون علمي بين جامعتي إقليم سبأ وتعز. رئيس هيئة الأركان العامة يعقد اجتماعا بهيئة البشرية بعدن. لقاء أمني في عدن يناقش استعدادات تنفيذ حملة منع حمل السلاح. العاصمة أونلاين: ميليشيا الحوثي ترفض الإفصاح عن مصير 232 مختطفا بينهم رجب وقحطان. منظمة دولية: ميليشيا الحوثي زرعت آلاف الألغام وضحاياها هم المدنيون. الهجري: الحل في اليمن بإنهاء الانقلاب الحوثي وتسليم السلاح للدولة. قرار حكومي يحرم ميليشيا الحوثي الانقلابية من أهم مؤسسة إرادية. سبتمبر نت: قتلى وجرحى من الميليشيا في مواجهات مع الجيش غربي تعز. اللواء الأول مشاه بحري بالسقطرى يدشن العام التدريبي الجديد. قائد محور تعز يعزي في استشهاد رئيس هيئة الاستخبارات والاستطلاع. قائد جبهة الضباب: استهدفنا غرفة عمليات للميليشيا بالرمادة ونحاصرها من ثلاثة اتجاهات. رئيس الوزراء يعزي بوفاة اللواء الركن طماح. ومن المواقع الإلكترونية اليمنية إلى الصحافة العربية، والبداية من الوطن السعودية. الوطن السعودية: الميليشيا تمنع تصاريح الإغاثة وتحصرها بجمعياتها. عناصر حوثية تستولي على المساعدات الإنسانية. إحباط عملية ضد فريق الشرعية بلجنة إعادة الانتشار. الشرق الأوسط: وفاة رئيس الاستخبارات العسكرية اليمنية متأثرا بجروحه. الرئيس اليمني يزور المصابين في الحادثة الإرهابية.
اتهام الحوثيين بمحاولة اغتيال الوفد الحكومي، تصاعد تمرد الانقلابيين على الجنرال الهولندي. العربية نت: الانقلابيون يغيبون للمرة الثانية عن اجتماع لجنة الحديدة، مقتل وجرح أكثر من 20 حوثيا جنوب دامت بينهم قيادي. إلى مقالات الرأي والتحليل، والبداية من موقع العاصمة أونلاين، والذي نشر مقال للكاتب عبد الخالق عطشان تحدث فيه عن أبطال الجيش الوطني الذين يسطرون التضحيات ويعملون على استعادة الدولة. لم يكن حب الوطن حكرا على فرد أو فئة أو حزب أو قبيلة، ولم يكن حب الوطن من الإيمان جملة عابرة لا تحمل أي معنى أو دلالات، وما كان الحب يوما أقوالا دون أفعال. الجيش الوطني جزء أصيل من الشعب اليمني العريق، بل هو حائط الصد الذي تتحطم عليه فؤوس التمرد ومعاول التخريب، وتتلاشى عند أسواره أطماع الأعداء، وهو الركن الشديد الذي تأوي إليه الأمة والجمهورية والوحدة والثورة حين الشدائد والمكاره. يدخل الجيش الوطني عامه الخامس منذ تأسيسه وتكوينه على أيدي خيرة من الأبطال والرجال المخلصين، والذين جادوا بدمائهم لاستعادة الجمهورية، ولم يتحقق حلمهم برؤية أبطال الجيش الوطني يرفعون رايات النصر على قمم نقم وعيبان، فمنهم من قضى نحبه، ومنهم من ينتظر ويتفانى في استكمال بناء الجيش الوطني، والذي يتزامن هذا البناء مع خوض الجيش الوطني غمار حرب مقدسة ضد ميليشيا الانقلاب الميليشياوي. وما كان لجيش في العالم أن يشابه جيشنا الوطني، والذي ما زال يبنى ويقاتل في وقت واحد، ويسطر أعظم البطولات، ويقدم أرقى التضحيات لاستعادة دولة النظام والقانون. وحدهم أبطال الجيش الوطني من حققوا أصدق معاني الإيمان والحب لهذا الوطن، وما كان لأحد أن يحقق ما حققوا من إيمان إلا أن يجود بنفسه وماله في سبيل الذود عن حياض الوطن. جبال في هيئة رجال، وجسوم تحمل أرواح الضياغم، ونار على الأعداء، ونور لكل من جنح للسلم. تركوا الأهل والمال والولد في رحلة نضال جمهوري، يصبرون على الألم ويستعذبون المعاناة، لإدراكهم أن وراء الألم جمهورية رحبة ووطنا يشتاق للتحرير. تتعاقب الفصول الأربعة، ويتعاقب الليل والنهار، ومع هذا التعاقب يتخاذل البعض عن دعم الجيش الوطني، ويتهاون آخرون في الوفاء بحقوقه، بينما آخرون يقفون حائلا ومعرقلا دون استكمال بنائه ووصوله إلى مبتغاه وغايته. وليس بعد تحرير الوطن واستعادة الجمهورية وإعادة شرعيته من غاية. سيمضي الجيش الوطني واثق الخطوة يمشي ملكا لتحقيق المهام المناطة إليه، وليس بعد فتح صنعاء وأخواتها وطرد الميليشيا الانقلابية من مهام بثبات وإقدام وإخلاص، لأنه جيش أسسه بناته وقادته على قواعد صلبة من الولاءات. وليس بعد الولاء لله من ولاء إلا الولاء للوطن، وهو مبدأ شريف لا ينسجم مع أي حال من أحوال التبعية والارتهان. فالوطن في حدقات الجيش الوطني وبين ضلوعه ونبض فؤاده، والذي تترجمها تضحياته وبطولاته. موقع يمن فويس نشر مقالا للكاتب والصحفي شهاب الدين الحميري، تحدث فيه عن حب اليمن متسائلا ماذا يعني حبنا لليمن. أجد نفسي رغم المعاناة مغمورا بشعور إيجابي وثقة كبيرة أن اليمنيين تعلموا دروسا كثيرة من الأحداث والأزمات ومن الحرب القائمة التي أكلت الأخضر واليابس، ولا أظن أن هذه المعاناة العميقة وحلقاتها المتسلسلة ستمر هكذا دون ردة فعل عامة وعارمة تسابق الزمن لإعادة الإعمار والمشاركة في البناء والتنمية وتعويض اليمن أرضا وإنسانا ما فات من الوقت بتعجيل عملية النهوض ورفع وتيرتها بما يحقق للبلد الرخاء والازدهار. فالإنسان اليمني الذي أسهم بشكل كبير في بناء دول الجوار وفي الشرق والغرب، وكان فاعلا رئيسا بدوره في النهوض بتلك البلدان، هو اليمني نفسه لديه ما يمكنه من مضاعفة العمل بهمة أكبر من أجل اليمن الجديد. فقط هو بحاجة إلى تعقل النخب السياسية ومراجعة ذاتها وتأكيد انتمائها إلى هذا البلد بالإخلاص في العمل وإتقانه،
وبما يجعل الوطن ينمو ويزدهر. نحن بحاجة إلى أن نترجم حبنا لليمن ليس بالاحتفالات ولا بالشعارات الجوفاء ولا بسباق الخطابات والكلمات الرنانة المجردة من حقيقة الحب والولاء والانتماء الأول لليمن. نحن بحاجة إلى أن نترجم حبنا لهذا الوطن بالعمل والإخلاص في ذلك. حبنا لليمن يعني أن نعمل بإتقان وإخلاص ومضاعفة حجم العملية الإنتاجية في شتى المجالات. حبنا لليمن يعني تجويد التعليم وتنشئة الأجيال على أسس من التربية الأخلاقية والتربوية والتعليم المفيد الذي يؤسس لجيل مبدع ومنتج في كل الحقول. حبنا لليمن يعني أن نعيد النظر في مناهج التعليم وفي التنشئة الاجتماعية، لأننا نعيش تنشئة اجتماعية فوضوية، وننمي مفردات يلازمها هذا السلوك، وتكون المخرجات قيادات فوضوية، وهذا هو الحال الراهن الذي أرهق البلد وجعلنا نعيش هذا الواقع الحاضن للمعاناة بتفاصيلها وأشكالها وأساليبها المختلفة. حبنا لليمن يعني أن نكف عن أخذ كل ما هو ليس بقانوني ولا شرعي، وأن نهذب ذواتنا ونحافظ على ثروات البلد من العبث والمال العام من التبديد والإنفاق في غير موضعه. حبنا لليمن لا يعني أن تستأثر بالمال العام والثروة المتعددة وتعبث بها وتنفقها فيما ليس لك به حق التصرف. حبنا لليمن لا يعني أن تتحزب وتختزل اليمن في نظرية أو رؤية أو أيديولوجيا معينة أو موقف سياسي معين. الوطن أكبر من كل ذلك التقزم بكثير، فهو يتسع للتنوع والتعدد والتنافس الخلاق والمبدع والمنتج الذي ينظر إلى هدف عام يتمثل بخدمة الوطن والشعب اليمني كافة دون فرز أو تصنيف وتمييز أو ما شابه ذلك من المسميات المقيتة التي تنحدر وتنحط إلى مفاهيم قاصرة وضيقة مضرة بالمجتمع. الوطن يتسع للجميع متى ما اتسعت عقولنا وكبرت وتماهت مع سمو الوطن وشموخه. الوطن يتسع للجميع متى ما قررنا الخروج من الشرنقة الضيقة والتفكير العقيم، وقررنا الأخذ بمنهج الولاء والانتماء الأول لليمن قبل ذواتنا، ومنه منطلقا للتحليق عاليا في فضاءات الكون. حبنا لليمن يعني أن نكون جميعنا متساوين في الحقوق والواجبات، وأن نعمل بإتقان وضمير ووطنية. حبنا لليمن يعني أن نحترم الرموز الوطنية، العلم والنشيد والدستور ومؤسسات الدولة ورئيس الدولة والنظام والقانون. حبنا لليمن يعني أن نحترم تربته الغالية وثراه الطاهر، وأن نحافظ على بيئته وثرواته من العبث والتلوث، وأن نضاعف العمل لإظهار القيم الجمالية في جغرافيته المتنوعة والمتميزة وإبرازها في أبهى الصور وأجملها. حبنا لليمن لا يعني أن تصعد إلى سلم المسؤولية وتتحول إلى لص وسارق وفاسد يطعن في هذا الوطن. حبنا لليمن يعني أن تكون نظيفا وضميرا حيا ويدا وبطنا لا تقبل بما ليس لها فيه حق، وأن تكون إنسانا فيه من المثل والقيم التي تساهم في تنمية البلد وتحسين ظروف وحياة هذا الشعب، لا أن تكون إنسانا مغرقا بالفساد وأن تدمر مقدرات الوطن. حبنا لليمن يعني أن لا يكون من توكل إليه المسؤولية في دوائر الحكومة والدولة فاسدا أو منحطا أخلاقيا أو جاهلا وأميا. حبنا لليمن يعني أن تختم الوطن في أي موقع كنت، حتى ولو كنت مارا في الشارع، فعليك العمل على رفع الأذى عن الناس والمحافظة على جمال شارعك ومدينتك والذوق العام. إلى مواقع التواصل الاجتماعي، والبداية من فيسبوك، حيث يطالعنا منشور للكاتب سالم سلمان الوالي، تحدث في منشوره عن استشهاد اللواء طماح. القائد محمد صالح طماح في ذمة الله، يرحمه ربي ويغفر له، ها هي السنة لم تكد تكتمل فصولها إلا ويستشهد علينا أخي المبتسم طماح في لحظة غادرة تملأ العيون ضباب الألم وجلل الموقف. إنه يبتسم للجنود والضباط السائرين نحو المستقبل بثقة القائد المحنك وابتسامة المنتصر ونظره الواثق بصواب الفكرة والمقصد، وأفكاره تقول لقد كنت هنا وصمدت هنا وقاتلت هنا.
وحين اعتقد الجميع أننا انهزمنا عدنا للعند ثانية منتصرين رافعي الرأس، لم نخف الموت ولو اختطفنا، سوف تبقى أفعالنا شامخة شاهدة، إنها مواقف بيضاء جبال صامدة، الجميع يعيش لحظة المجد برغم الشر القادم من كهف مران غدرا، ولكنها الحرب التي تفرض علينا قانونها المقيت، ولها ما طلبت ولنا ما سعينا، إنها حكمة الله. اليوم يغيب الثرى قائد قال لا ووقف في زمن الانبطاح، كان هدير البحر في جوف العند عندما صمتت المدافع، كان شهيدا كل يوم مبتسما واثقا، وعاش شهيدا بمواقفه ومات شهيدا كما أراد. ها هي أرض العند التي ارتوت بعرقه زمان لم تشبع، وها هي ترتوي بدمائه الطاهرة على أرض مدرسة الشهداء والقادة ومجد الجيش الأبي. باستشهاد القائد طماح يرسل رسالة لكل من له شرف ارتداء البزة العسكرية، أنكم مشاريع وطن فكونوا رجال الوطن، ورسالة لكل المتصالحين والمتسامحين، إنكم ثقافة وطن فكونوا لنا عنوان، يرحمك الله أيها القائد ويلهم أهلك ويلهمنا الصبر والسلوان. الدكتور محمد صالح السعدي كتب منشورا على صفحته في الفيسبوك تحدث فيه أيضا عن الشهيد محمد طماح، واصفا له بأنه كان لمرؤوسيه نعم الأب والأخ والصديق. وداعا طماح، لا أدري ما أكتب، ما أقول، ما أتحدث، فكل الكلمات عاجزة عن إنصافك، ذهبت بعيدا إلى طريق لا عودة منه، إلى مكان هو أفضل بكثير من هذه الحياة التي ملئت جورا وظلما وسدى فيها حكم الغاب والحروب والصراعات، ذهبت إلى مكان أفضل، إلى الله سبحانه وتعالى، إلى العادل الرحيم الغفار، تركتنا وتركت دنيانا وأبقيت إرثا من النضال والتاريخ، أبقيت كلماتك التي لا تزال تصدح في ذاكرة التاريخ، إلى الدروس التي علمتنا فيها معنى النضال، معنى الصمود، معنى التضحية والإيثار. كم فراقك يا طماح أوجع الناس البسطاء الذين كنت لهم صوتا ومحاميا وقائدا، عرفتك عن قرب، ولطالما قدمت النصح للأجيال الجديدة ونقلت لنا أخطاء الماضي بطريقتك البسيطة وبنقاء القلب وبصوت الأب، علمتنا معنى الإخاء والمحبة، معنى الرجولة ومعنى الشهامة، علمتنا أن نكون أصحاب مواقف وأن لا نهاب الظالم المتجبر، وغادرتنا اليوم ولا أدري أكنت في عجالة للرحيل أم قادر الله أن يكون رحيلك آخر درس تعلمه للأجيال، درس في الشجاعة والتضحية في مواجهة الأقدار وإن كانت مؤلمة، غادرتنا في الفجر وصوت المآذن تصدح بذكر الله، ومعها غادرت روحك الطاهرة هذا العالم، غادرت شهيدا بإذن الله محتسبا، غادرتها وقد جعلت الناس مجمعين عليك، فالجميع يرثيك، والجميع شعر أن اليوم فقد الأخ والأب والعم والجد والمعلم والقائد، كل بما عرفك فيه، كل الأجيال اليوم ترثيك وكل الأطياف تبكيك، ارتاح يا طماح ولترتاح روحك الثورية، وليرحمك الله سبحانه وتعالى، وإن كان رحيلك لنا فاجعة فإن تاريخك وصوتك وكلماتك لا تزال حاضرة في حياتنا، فلن تخلو الكتب والمجالس والمآثر من كلماتك ومواقفك ودورك الذي لن ينساه الناس، وقد تخلد اسمك في سماء الوطن وفي قلوب الناس وفي صحف التاريخ مناضلا وشامخا وشجاعا أبد الدهر. وداعا. أما الكاتب سعيد النخعي فقد كتب منشورا على صفحته في الفيسبوك تحدث فيه عن رحيل طماح، واصفا بأن لرحيله بأنه خسارة على الوطن واليمن جميع. رحل طماح الرحيل الذي يليق به من المكان الذي بدأ منه مشوار حياته ليختم مشواره بما بدأه جنديا مقاتلا وانتهى قائدا يتقدم الصفوف يزاحم الكبار بالمناكب والركب في معركة استعادة الوطن. رحل طماح قابضا على شرفه العسكري بيمينه وقابضا على جراحه بشماله متعاليا على الجراح، لأنه آثر الشرف على العار والنصر على الهزيمة والكبرياء على الذل والسقوط والتبعية، فقبض على قبعته باليمين رمز القوة والكبرياء والعظمة، في حين قبض على جراحه بالشمال اليد التي لا يوكل إليها الأعمال الزائدة عن الحاجة. رحل طماح قابضا على قبعته التي تحمل شعار اليمن الكبير متعاليا على جراحه، لأن الشرف إذا هوى إلى الأرض لا يصعد مرة أخرى إلى السماء كالدخان تماما،
حين يصعد إلى السماء لا يعود إلى الأرض أبدا. حتى لا يسقط الشرف، آخر رسالة وجهها طماح للأجيال اليمنية رسالة خطها بدمه وحملها مبادئه التي آمن بها وعاش من أجلها ومات في سبيلها. ولما كانت رسالة مودع أحكم مبنها بدقة وأبلغ معناها بإيجاز، فأجاد معناها ومبنها معا فجاءت دقيقة المبنى عظيمة المعنى. رحل طماح قابضا على شرفه العسكري بيمينه رمز قوته، لأن الأوطان باقية لا تموت، تستمد بقاءها وديمومتها من روح الشرف وكبرياء الكرامة. لذا لا تلقى في لحد أو تطوى في كفن، لأن الأوطان لا تأويها المقابر. فقبض على قبعته بيمينه لأنها تحمل رمز الوطن، وقبض على جراحه بشماله لأن الأجساد تبلى ويطويها الزمن. فقبض على شرفه بيمينه وقبض على إصابته بشماله متحديا نزيف دمائها وآلام جراحها. أبو صهيب اليمني كتب منشورا على صفحته في الفيسبوك تحدث فيه عن المعلم الذي قرر الانتحار بعد أن فقد كل الوسائل في الحصول على راتبه. قرار الانتحار هو القرار الوحيد الذي رآه مناسبا ذلك المعلم، وهو في غاية الشياكة قرر أن ينهي حياته بطريقة تراجيدية مأساوية عندما تبعثرت لديه كل مغردات الحياة وأوصدت في وجهه كل صفحات الأمل وأغلقت أمامه كل الألوان عدا لون الموت الذي جعله ملاذا للانتهاء من فصول حياته، ليترك فصول التدريس الكاذبة للصوص سرقوا منا مقتنياتنا وقوت فلذات أكبادنا وسرقوا منا حاضرنا وكل خطوات مستقبلنا، أن يتمعر وجه اللصوص حتى لو انتحر نصف هذا الشعب، لأن ما يسعون إليه هو أن يموت الناس بأي طريقة وبأي أسلوب كان. لم تعد تهمهم حياة الناس، وهم يقتلون بالاشتباه ويسرقون كل شيء بلا هوادة وبلا وازع وبلا رحمة وبلا إنسانية. لحظات مؤلمة ونحن نشاهد ذلك الفيديو الأليم، كانت لحظة سقوط الأخلاق والقيم والمبادئ والتخاذل والانبطاح. سقطت منا كل معاني الرجولة والشيم عندما لم يعد الحق يجمعنا وأصبحنا بيادق بيد العصابات نومئ لها بعين الرضا وهي تنهال على وطننا بوابل من رصاصات الغدر ورصاصات السم الزعاف الذي لم يترك أحدا إلا وطالته. كان من الخطأ أن يقتل المعلم نفسه بتلك الطريقة، فروحه كانت أغلى من كل حشرات الزيف ومن أفاعي الكهوف ومن كل جرذان القاذورات. كان عليه أن يموت في ساحات الوغى مهما كان الثمن ومهما كانت التضحيات. فلا يجب أن نعزز قدرتهم على توليد الإحباط فينا، ولا يجب أن نتيح لهم فرصة للجوء إلى عزائمنا، ولا يجب أن تنحرف بوصلة أهدافنا عن المجرم الحقيقي. فنحن مدعوون إلى رص الصفوف وتوحيد سهام الحق كي نقذفها على الباطل ليدمغه. لربما ذلك المعلم لم يجد تلك البوصلة ولم يرشده إليها أحد، ولم يجد إلا رعاديد يخشون أن تكون الجدران قد أعار السارقيه آذانها، فخذلوه وبثوا فيه شحنات الموت وعبارات اليأس وإيماءات الإحباط. إلى تويتر، حيث تطالعنا تغريدة للكاتب الدكتور محمد جميح تحدث فيها عن سخريته من رفض الحوثيين للاجتماع مع لجنة المراقبين. الحوثيون يقاطعون اجتماع لجنة المراقبة الأممية في الحديدة للمرة الثانية، ويتهمون رئيس اللجنة كاميرت بتنفيذ أجندة أخرى حسب تصريحات ناطقهم عبد السلام فليتة. أما مولانا حسن زيد فدعا إلى طرد المراقب الدولي. تكتيك المتمردين منذ 2004 وإلى اليوم أنقذ الاتفاق واتهم الخصم بنقضه. صلاح باتيس كتب تغريدة عن التضحية من أجل الوطن. يسقط الرجال ليرتفع الوطن ويرتقوا الشهداء في عليين، فلا خير فينا إن سقط الوطن أو فرطنا في هذه التضحيات وأضعناها. رحم الله اللواء الركن محمد طماح وتقبله في الشهداء مع الأبطال الذين سكبوا دماءهم من أجل العزة والكرامة ولا نامت أعين الجبناء. محافظ محافظة شبوة محمد صالح عدو كتب تغريدة تحدث فيها عن رحيل الشهيد محمد طماح.
لقد كان اللواء محمد صالح طماح قائدا شجاعا ورجلا حكيما من خيرة رجال اليمن، وكان أيضا صديقا وفيا. ألمني رحيله، عرفته عن قرب، ناصحا محبا ذا خلق كريم ورأي سديد. عاش مناضلا وطنيا ومات شهيدا منحازا للمشروع الوطني ليلتحق بركب الشهداء الذين ضحوا بدمهم لأجل عزة اليمن وكرامته. أشجان محمد كتبت تغريدة تحدثت فيها عن بقاء 7 أيام على إطلاق سراح المختطفين بحسب اتفاق السويد. 7 أيام هي الأيام المتبقية للإفراج عن المعتقلين وتبادل الأسرى بحسب اتفاق السويد. أسر المعتقلين تعد الساعات والأيام، واليوم عندهم بسنة مما تعدون، أملاً بالالتقاء بأبنائهم وآبائهم، وعسى الله أن يأتي بالفرج القريب. بهذا نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم، وحتى الملتقى أستودعكم الله.